حسب المعلومات المؤكدة الواردة لدينا حول استراتيجية الأقدام البيضاء في المرحلة القادمة، الله تحتم علينا أن نعمل اللايف هذا. معلش جبت جوج بوسون سي بون سي باسي سي اليوتيوب هكا تو ريبوند اون كيستيون دي جون. جو سوي افيك مسيو حسين بون كي ممبر fondateur du CRN avec moi, qui est aussi président de la commission Média, Communication, Culture et Sport. Ben, ça a fait tout le monde. Bon. Donc, on a des informations mouakada, khatera. Live t'allium, khétab, il a le djish l'Ouattani Shabi, d'abbat le djish l'Ouattani Shabi, sauf d'abbat ou le djounoud. خطاب إلى قوات حفظ الأمن بما فيهم الدرك أو الشرطة، وخطاب بالطبع إلى الشعب الجزائري كامل كما راه، لأنه ما نقدرش نفصلوا الجيش الشرطة الدرك عن الشعب، حتى من سكون أبل لو سيرفيس نتاع لي غارد فورستي حراس الغابات إكسترا إي كومباني سون كونسيرني تو لي كور كونستيتيو، يعني كل لي كور كونستيتيو يعني تو لي فونكسيونير سيكوريتي الأمنية في الجزائر مهما كانت نوعية الأمن سون كونسيرني بار الخطاب هذا. بون السؤال اللي طرحوه نعاودوا بالدارجة أنايا، سي حسين قال لك يا ولدي الجيش هذا بكري كان ما يهدرش، قلت له لا يهدر من وقت لقى يتصالح ولا يهدر الجيش هذا، في التسعينات ما هدرش، في الفين ما هدرش، واش به يهدر؟ هذا أمر كان محيرنا، ما احنا جبهة القوات الحية كان محيرنا، جبهة القوات منحلة لكن انحلت كحزب بصح بقات كفكر وكعمل تقني. الإجابة سهلة خلاص، توصلنا لها وما توصلناهاش عن طريق تحاليل فقط، توصلنا لها عن طريق معلومات وتسجيلات لاجتماعات خاصة بالأقدام البيضاء. أولا الجيش الوطني الشعبي عمره ما ديكلارا، يعني من وقت بومدين وروح 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 ما كان يديكلاري والو، يسميوها الخرصاء الكبرى أو لا غروند ميات ما تهدرش. درك فهمنا على حطوا القايد الخماج الله لا يرحم منه عظم، ما نقول لا المقبور لا الله يرحمه، لانه كون يعود البوفوار في يدي نجبدو من القبر نحرقو ونطيشو في البحر، كون نلقى نبعثو فيها ساتيليت القاهر ما يتدفنش في ارض الجزائر الطيبه لانه خبيت خماج ومنتن وما كانش يذكروا ما حسينا موتاكم، هذا روحوا البخاري يقولوها له ماشي لي انا، ما كانش في القران دونك فضينا منها. بون درك عشان قريحة يبرون لو رولي او فات ايوا الشعب الجزائري اي سورتو لاين بي لارمي، شوفوا العسكر فيكم بعض الضباط السامون جدا يعرفوني، باقي ما يعرفنيش يسمع بيا بكري، باقي ما يعرفنيش كاع، على بالكم بلي انا ولد المؤسسه العسكريه وماشي من ولادها الحمير، من اخيار اولاد المؤسسه العسكريه، هادي بان نجيبوها من الاخر 10 ملايين عرفها قدر على نفسها. واش دار قايد صالح واش دار شنقريحة؟ شوفوا الأقدام البيضاء داروا خطة سوداء، أولا حطوا الجيش في الواجهة من ناحية سياسية، معناتها باش هما غدوة إذا ما انتصر الشعب يعني الشعب غلب في المعركة السياسية الشعب واش راح يدير؟ راح يتوجه للجيش كعدو، بصح ماشي للجيش كأفراد، راح يتوجه للمؤسسة. إسقاط مؤسسة الجيش إسقاط الوحدة الوطنية إسقاط الجزائر، إسقاط الجنرالات حق، إسقاط مؤسسة الجيش لا، هذه أولا. دونك هنا العسكر باش تفهموها ميسيو لي ميليتير لي زوفيسي سو زوفيسي اي اوم دو تروب اي دو كونتينجون، لا بوليتيك دي بي بلون باسكو ا ان مومون دوني ايز ايتي اوبليجي d'avoir une armée puissante pour garder l'Algérie dans le giron تاعهم. Finalement, ils ont compris, si jamais le peuple gagne la bataille, l'armée deviendra algérienne réelle. Et dans ces cas-là, ils ne pourront rien faire. Donc le but, باش هما يبقاو كنت تصرفوا الشعبية لازم تقضي على مؤسسة الجيش. وحنا يعني للأسف ما عندناش مؤسسات كثيرة قائمة يعني من ناحية تنظيمية إلا مؤسسة الجيش، باقي بكل فرطي خضرا فوق عشرة. حتى من الرئيس نتاعكم راكم تشوفوا فيه موش رئيس يعني
شاف دايرة داروها رئيس، ما بقى شاف دايرة، ما بقى شاف بلدية، شاوش شاوش. الأصل الكاليتي اللي عنده هي أصول اليهودية واتباع الزاويات، نوعا ما نسميهم أنا الزاوية تيب إسلامو سيونيست. هذه من بعد نقدر نحكي عليها في موضوع آخر. دونك هنا والاستعمال نتاعهم وين جا؟ أولا هاد الناس اللي تهضر على الجيش الوطني الشعبي وتقول لكم جنرال دار وجنرال دار جنرال، سا سكون أبل لا مانيبيلاسيون سوسيو بسيكولوجيك دو ماس، سيتادير يحبوا يدخلوا في ريسان الناس باللي الجيش هذا أي حاجة اسمها الجيش تعتبر خامجة. بيان سور الأعوان تاعهم شكون؟ زيطوط حمار دي زيت، الكلاب الصغار هذوك لي بتي شيو هذوك الصغار نسميهم جو مام با ديجا نسميهم نسمى نعتبرهم، بعض الأبواق ثاني. المهم الناس كل ما شاف الاتجاه اي سا سكون ابل دو لا بروباغاند لو سيستيم دو لا بروباغاند سيت سيونس سي فولي سولي كي اكسيلي دون كان جوبلز في المانيا في الجزيره الجزائريه مع هتلر. لما لي زالي الحلف الاطلسي شافوا قوه لي ميديا على ايبوكا كانت غير الراديو التلفزيون كاع ما كانش فهموا القوه نتاعها. درك ايماجيني سخايلو مع التواصل الاجتماعي اكسترا. دونك ميسيو لي كولونيل messieurs les commandants, les lieutenants-colonels, les capitaines, les lieutenants, sous-lieutenants, moi les aspirants, c'est un grade d'appeler, mais on a une norme de mobilisation. Messieurs les aspirants aussi. Messieurs les adjudants sergents, sergents-chefs, messieurs les caporaux-chefs, messieurs les hommes de troupe. Habbou, fi hal intisar al-shab, yakabdumoukoum d'hiya al-shab, yidhukoum. Shingriha, yidakhel fi rohou al-siyasa, bach yihut al-jish fi al-wajiha. باش الجيش يرجع عدو للشعب، لأنهم حاطين الاحتمال أن لو الشعب ينتصر لازم الجيش تاني يموت باش الأقدام البيضاء يبقاو، لأنه كون الجيش يلتحق بالشعب الأقدام البيضاء خلاص خلصنا معاهم. دونك ميسي لي زوفيسي سوبيريور اوفيسي سوبالتير سوزوفيسي هم دو تروب. دونك أيها الضباط السامون ضباط وضباط الصف وجنود، شنقريحة اللي معاه خاينين وقياد عند لي بي بلون، ويستعملوا في خطة لي بي بلون لخلق شرخ وعداوة بين الشعب الجزائري ومؤسسة الجيش. نهضر على المؤسسة بيان سور، هما تاني هذاك الشماتة تاع زيطوط اللي تابع للترك بيان سور، مصلحة الترك اللي ما عندناش جيش وقطر، الشمايت اللي معاه تاني كيما حمار ديزا دي كومباني بون وخلينا ما نذكرهمش، ما نهضر على الناس اللي شوية عندهم صيت بون، فصحنا ما يهمونا لهم اللي يتبعوهم بس اللي يتبعهم زين.